قضية صامدة. درون على أنها خبطت مجموعة وزقلتها أربعة مجموعة من مقاتلين صحراويين، زيد عليهم اللي عن خارقة فرقة اللي له بعد شوي لا سوايا ما زالت مفقود الاتصال بها. التالي من الاتصال بها قالوا عنها كانت في ليدة في حومة بورتغيسيت قريب من الحدود، والله هي قريب منها قاع حتى تل بير مقرين، وزالت مفقود الاتصال بها إلى درجة أنه إذاعة البوليساريو طلبت من الناس على أنهم يدعوا يطلبوا مولانا يرد بها. مولانا ذوك المفقودين ينجبروا قيل مولانا عثرتهم. السلام عليكم الإخوان، حياكم الله، معكم أخذيكم علي بهريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عند الشعب المغربي العظيم، كالعادة دائما التسريبات والشهادات الحية اللي كان بنوع لها الفيديو والموضوع تاعنا. هناك أخبار متداولة وحديث رائج بين عناصر البوليساريو لدرجة أنه تكلمت عليه حتى الإذاعة التابعة للبوليساريو، والخبر هذا نزيد نأكد لكم أنا بشهادات حية وتسريبات من أشخاص متقربين كثر للقضية وكيعرفوا البوليساريو حق المعرفة وكانت عندهم تجربة مع البوليساريو. الخبر كيقول على أنه كاين مجموعة من عناصر البوليساريو من ميليشيات الناحية الأولى للبوليساريو دخلت المناطق العازلة رفقة العناصر الأخرين اللي كانوا تقتلوا قبل أيام قليلة، وهذه المجموعة ما معروفش المصير ديالها بالمرة. وفعلا كاين أنباء وتضاربات وحديث، وربما حد أكد الخبر تيقول على أنه هذه المجموعة في قبضة أو تم الإلقاء أو تم الأسر ديالها من طرف القوات المسلحة الملكية. فعلا الخوت هذا المجموعة ما كيناش نهائيا، والبوليساريو كتبحث عليها وغنحطوا بعين الاعتبار إمكانية أنه تم أسرهم أو إلقاء القبض عليهم من طرف القوات المسلحة الملكية. نحطوا قدامنا خوتي جميع النظريات وجميع الآراء وجميع الأفكار وجميع التنبؤات، ولكن تسنوني باش نحطكم مزيان في صلب الموضوع ونقول لكم شنو واقع وشنو وقع بالضبط. كتعرفوا الضربة الدرونية الأخيرة اللي راح ضحيتها أربع عناصر من ميليشيات الناحية الأولى، واللي هما أسماءهم كالتالي: أبو حمادي الناجي، البشير عبد الله مولاي، السالك الشيخ الناجم، مولاي محمد حماد. هذا الربعة اللي كانوا تقتلوا كانوا دخلوا المناطق العازلة، ولكن ما كانوش بعدهم، كانوا واحد مجموعة واحد القافلة كبيرة، عدد كبير من السيارات الرباعية الدفع اللي حاملة رشاشات وحاملة ذخيرة، وكان الهدف ديالهم هو توغلوا في مسافة طويلة داخل المناطق العازلة حتى يوصلوا على مقربة من جدار الرملي ويقصفوه. هذا الكوكبة أو القافلة من ميليشيات البوليساريو كانت من بينهم سيارة مدنية، وكان فيها واحد الشخصية معروف واللي هو حاليا مصاب في أحد المستشفيات موريتانيا وتجرح في نفس الضربة، واللي هو ولد أحمد سالم الذي شغل عدة مناصب من بينها محافظ سياسي بالناحية العسكرية السادسة ومسؤول توجيه الثوري بالرابولي ورئيس لجنة الدفاع المجلس الوطني الصحراوي وعضو الأمن الوطنية خلال مؤتمر 13 للجبهة. هذا بنادم هذا ما تضربش بالضبط في لحظة يعني خبط هذه السيارة اللي تابعة الناحية الأولى واللي راح ضحيتها أربع عناصر من ميليشيات الناحية الأولى، هذا تضرب عن بعد بعيد عليهم لحظة الفرار، ولكن كان معاهم، كان من المخططين اللي داخلين المناطق العازلة. تجرح وكتب ليه الله انه ينجح وتوجه عشوائيا حتى جبر راسه داخل التراب الموريتاني، جبروه بعض المنقبين الموريتانيين
وحملوه لإحدى المستشفيات موريتانيا حيث يعالج، ومازال لحد اللحظة كاين في هذا المستشفى بموريتانيا. رجعوا المجموعة اللي كانت كتمتطي سيارات عسكرية رباعية الدفع وعليها ذخيرة، واللي قلت لكم كان الهدف ديالهم هو يقصفوا القوات المسلحة الملكية الرابطة بالجدار الرملي. هذه المجموعة جاتها الدرون المغربية وكانت على علم بها على أنها جاية، بحكم أنه كاين أشخاص داخل قيادات البوليس وربما عندهم علاقة بالقوات المسلحة الملكية والمغرب، ونقدر نقول لهم مغاربة كيخبروا المغرب بتحركات قيادات ومسؤولين ومخططات للبوليس. فمن تغلو بضع يعني كيلومترات إن لم أقل أمطار داخل المناطق العازلة، جات الدرون وقصفت السيارة الأولى اللي كانت كتقود القافلة، واللي كان على متنها هاد ربع عناصر سالفين الذكر اللي قلت لكم تقتلوا. المجموعة الأخرى اللي كانت من الخلف واللي هي تقريبا عدد كبير من السيارات تحت اتصدمت بقوة القصف، والضربة الدرونية تسبت كذلك تعطل جهاز يعني التواصل اللي من بينهم واللي كيربط بين هاد عناصر ميليشيات البوليزارو فيما بينهم، وكذلك المقر اللي متواجد في الجزائر اما في التندوف ولا الرابوني. هذا العناصر ميليشيات البوليزارو كان حامي واحد الكم كبير من الذخيرة صواريخ يعني او قذائف، تخلصوا بسرعة بهذا الذخيرة وبهذا الاسلحة حتى اصبحت سيارته رباعية الدفع فارغة يقدروا يتحكموا فيها في الرمل بسرعة، وما عندهمش أجهزة الاتصال وما عارفينش راسهم في كينين مرة لأنه صحراء قاحلة شاسعة، فتوجهوا هاربانين بشكل عشوائي. كل من منهم توجه لموريتانيا وبعد ذاك أرجع المخيمة تندوف، وكل بعض الآخر ما معروفش فين مشى لحد اللحظة ما عارفينش فين كينين وفين مشاو. تقريبا اليوم حوالي أسبوع راح جايين، تقريبا أسبوع وأغلب المجموعة ما معروفش المصير ديالها. فعلا كاين الربعة تقتلوا وقدوا يجلبوهم بعد تدخل المينورس، لان المينورس كتكون كواسط بين البوليزارو والمغرب، ما حد البوليزارو كتعلم المينورس لانه واحد المجموعة مسلحة تابعة البوليزارو دخلت المناطق العازلة وتم قصفها من الدرون المغربية. بوليزارو كتطلب من المينورسو لانها تنقل هذه الجثث، المينورسو كتطلب من المغرب انه يسمح لها بحضور مينورسو لانهم ينقلوا الجثث، كينقلوا الجثث وكيديهم للمخيم تندوف ولا تندوف ولا الجرحى يتعالجوا. المجموعه الاخرى اللي كانوا من بين هاد العناصر ما معروفش اليوم المصير ديالهم في الكين، واش فعلا قبضهم الجيش المغربي قبضهم القوات المسلحه الملكيه، واش تقتلوا وما عرفوش الجثث ديالهم، واش هربوا دخلوا لموريتانيا وما بقاوش بغا يرجعوا للبوليزاريو، واش مشاو عند الجيش المغربي وسلموا روسهم قالوا لهم بغينا نجيو ندخلوا المغرب، ولا قبضهم المغرب كأسرى، الله اعلم. لكن الواقع كاينه مجموعه كبيره من عناصر البوليزاريو الناحيه الاولى اللي كانت رفقه اربع عناصر اللي تم الاعلان قتلهم قبل اسبوع من الان، راه هذه المجموعه ما كايناش، وكاين احتمالات اما قبضهم المغرب واسرهم، واما سلموا ارواحهم المغرب وقالوا لهم خلونا ندخلوا المغرب كعائدين، او هربوا الموريتانيا ورافضين يرجعوا للبوليزارو ويحملوا السلاح في ظل على ان قيادات ومسؤولين البوليزارو كدفعوا عدد كبير من الشباب مخيمة تندوف الموت والهلاك بدون وسائل دفاعية او اسلحة حديثة يقدروا يواجهوا بها الاسلحة المتطورة اللي كيمتلك المغرب، وربما هذه الفرصة باش توجهوا لموريتانيا وما يرجعوش. الواقعة اخوتي كاينة، واقعة ثابتة، عناصر من البوليزارو الناحية الاولى باعداد كبيرة ربما اكثر من 10 ما معروفش المصير ديالهم لحد اللحظة. البوليزارو كذلك علنت فيما يسمى اذاعة تابعة البوليزارو قالت كنتمنى يكونوا بخير، وهي كذلك ما عرفاش المصير ديالهم، واش في المغرب، واش تقتلوا، واش دخلوا للمغرب، واش قبضهم المغرب اسرهم، واش هربوا لموريتانيا، واش مشاو للمالي، الله اعلم. نسمعوا بعض التسريبات في الموضوع. حياكم الله ويحيي الشعب المغربي العظيم. ياسر من الاماني،
اللي لا تنسجم والوقائع على الأرض. أولا الداخل والعيون، الداخل والعيون عندي عنها عصية على ذاك النوع، بها اللي قاع أولا فيها صحراويين وقطعا على أنهم يشكلوا أغلبية، وقطعا على أنهم مراضين عن الحياة اللي عايشين، لأنهم لو كان ما هم راضين عنها يعودوا قبضوا طريق آخر. هذا من ناحية. ناحية ثانية قضية دخولهم الفيخ فيهم وتدميرهم وقبيض 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 الجنود، إذا هم اللي لدون وشي. الوقائع على الأرض تقول على أنه اليوم ذا، على أنه درون، على أنها خبطت مجموعة وزقلتها أربعة مجموعة من مقاتلين صحراويين. زيد عليهم اللي عن خالقة فرقة اللي له بعد شوي لا سوايا ما زالت مفقود الاتصال بها. التالي من الاتصال بها قالوا عنها كانت في ليدا في حومات بورتغيسيت قريب من الحدود، والله هي قريب منها قاع حتى تل بير مقرين. وزالت مفقود الاتصال بها إلى درجة أنه إذاعة البوليساريو طلبت من الناس على أنهم يدعوا يطلبون مولانا يرد بها. معناها على أنه هذا السؤال ينطوي على شيء من الأماني اللي بعد الواقع على الأرض يقول باستحالتها، يقول باستحالتها. ولأنه هذه الأرض اللي تقول البوليساريو عنها أراضي محررة أصبحت اليوم في العرف وفي الخطاب أراضي محرمة. الأمم المتحدة تقول لها أراضي عازلة، معناها على أنها دخول الصقاع شور الداخل والعيون بعيد من ذا. لا حد يطلب مولانا لذوك المفقودين ينجبروا قيل مولانا عثرتهم، أمال داخل والعيون ما زالوا عصيين على ذاك لأنهم دونهم ياسر من العسكر ودونهم ربط ملي ودونهم قاعد ذا أبو زنانة اللي حسب العسكريين عنه ما يسمع له صوته ولا ينشاف له شوفه ولا خارج شيء مضاد له، وتوفي يجي يعدل عمليته ويدرق في الجو.